عقوبات أمريكية قاسية على 6 من كبار قادة حماس، وواشنطن ترفع وتيرة الضغط. ما تعليق حركة حماس؟ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 من كبار مسؤولي حماس في إجراء إضافي ضد الحركة، وسط مساعي واشنطن للتوصل إلى وقف الإطلاق النار مع إسرائيل والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. واستهدفت العقوبات الأمريكية ممثلين للحركة في الخارج وعضواً بارزاً في الجناح العسكري لحماس، إلى جانب المشاركين في دعم جهود جمع التبرعات للحركة وتهريب أسلحة إلى غزة. من هي الأسماء التي ضمتهم قائمة العقوبات؟ ضمت قائمة المستهدفين بعقوبات واشنطن وفق وزارة الخزانة الأمريكية كل من عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات، وهو عضو قديم في الجناح العسكري لحماس ومقره الآن في تركيا، متهمة إياه بالتورط في عدة محاولات وهجمات ناجحة. موسى داود محمد، وهو مسؤول كبير في حماس يقيم في تركيا، تتهمه واشنطن بتسهيل تدفق الأموال من تركيا إلى غزة والضفة الغربية المحتلة لصالح حماس. وأدين سابقا بخطف وقتل ضابط شرطة على الحدود. سلامة مرعي، وهو مسؤول في حماس مقيم في تركيا، تقول الولايات المتحدة إنه متورط في تسهيل مالية للمجموعة، وسجن سابقا لدوره في هجوم عام 1993 في الضفة الغربية الذي أسفل عن مقتل جندي إسرائيلي. محمد نزال، وهو مسؤول في حماس لأكثر من 30 عاما وقائد كبير في مجلس الحركة للعلاقات الدولية. باسم نعيم، هو عضو كبير في حماس مقيم في غزة، وشارك في علاقات حماس مع روسيا وكان جزءا من وفود الحركة إلى دول أخرى، ويشغل نعيم أيضا دورا قياديا في مجلس الحركة للعلاقات الدولية. فازي حمد، مقيم في غزة منذ فترة طويلة، وقد عمل محررا لوسائل إعلام تابعة لحماس ومصرح له بالتحدث علنا نيابة عن الحركة، ومشرف سابق على المعابر الحدودية لغزة. وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان: تواصل حماس الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يحتفظون في الظاهر بأدوار مشروعة أمام الجمهور داخل الحركة، لكنهم يسهلون أنشطتهم الإرهابية ويمثلون مصالحهم في الخارج وينسقون تحويل الأموال والبضائع إلى غزة. ولكن ما تعليق حماس؟ استنكرت حماس في بيان أصدرته العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق عدد من قيادات الحركة، وأكدت الحركة في بيان أن هذه الخطوة تأكيد للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني. وفي تفاصيل البيان الصادر قالت حماس: نستنكر في حركة المقاومة الإسلامية البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يضع عددا من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات ويصم مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب. وأضافت أن قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ.